السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. أهلا بكم جميعا. أهلا جميعا، استناو خليني نحاول نديركم الضوء هكذا ربما أفضل. يلا من فضلكم طلعوا لي لايكات باش يلحق اللايف للبقية. يلا طلعوا لايكات من فضلكم. أهلا مرحبا بكم. الفروض راهي على الأبواب، ما بقى لهاش الفروض. يلا تنشطوا طلعوا لايكات من فضلكم. قبل ما نبداو طلعوا لي لايكات من فضلكم ونبداو مباشرة، لا قناة ولا شيء، ندخلوا مباشرة في الموضوع. يلا ومن بعد نخدم لكم وضعية إدماجية تقدروا تحطوا فيها أي تلوث، سواء كان تاع الماء ولا تاع الهواء ولا تاع التربة، أي تلوث. عندي فيها أفكار لكن مازال ما طبقتهاش. من فضلكم طلعوا لي لايكات، 401 و200 لايك. يلا طلعوا لي لايكات من فضلكم. نقول لكم الدروس اللي لازم تكونوا تعرفوها، الدروس اللي لازم تعرفوها قبل ما تجوزوا الفرض. قائمة الدروس، قائمة الدروس وش لازم تكونوا، وش لازم تكونوا تعرفوا. أولا باللغة الفرنسية أحسن، واش لازم تعرفوا باللغة الفرنسية منا. إذا لازم تعرفوا واش معناتها اون ريفورمولاسيون، لازم تعرفوا واش معناتها اون ريفورمولاسيون. تستعملوا فيها إما وإما، تستعملوا فيها سيتادير، تستعملوا فيها سيتادير ولا تستعملوا فيها autrement dit. نديرو مراجعة هكذا خفيفة قبل ما نبداو النموذج. autrement dit مفهوم؟ هذه لازم تعرفوها. كي يقول لكم استخرج من النص اون ريفورمولاسيون، انتبهوا ما تخرجوش فقط هاد ليكسبرسيون، تخرجوا سيتادير ولا autrement dit زائد الجملة اللي بعد منها. داكور، زائد الجملة اللي بعد منها، هذه الأولانية. واش تاني لازم تعرفوا؟ لازم تعرفوا l'expression de la cause. l'expression de la cause ولازم تفرقوها على l'expression de la conséquence. l'expression de la conséquence. ومازال عندنا ليكسبرسيون دو بيت، بصح ما شكيتش انكم لحقتوا ليها. مفهوم؟ اذا ليكسبرسيون دو لا كوز واش عندنا؟ عندنا اما واما، عندنا اما نستعملو كار او باغسكو، هادو نستعملوهم كي تكون عندي اون بروبوزيسيون بلوس une proposition. معناتها جملة فعلية. une proposition. soit نستعمل grâce à، à cause de،
à cause de هادو زائد un groupe nominal. هادي في l'expression de la cause. لازم تعرفوها. L'expression de la conséquence واش لازم تعرفو فيها؟ نستعملو فيها إما نستعملو par conséquent إما نستعمل إما نستعمل نكتبها هنا هكذا par واش كنت نقول نعم par conséquent إما نستعمل par conséquent إما نستعمل donc d'accord إما نستعمل par conséquent إما نستعمل donc وفي لي دو كا رايح ندير بلوس كاينة موراها جملة فعلية une proposition هنا بلوس une proposition هنايا هادي درتها هكا حبي قوسيون هنا بلوس une proposition هادو لازم تعرفوهم واش لازم تعرفو ايضا خلوني نشوف الكتاب المدرسي بون جينيرالمون لا كونجوغيزون كامل راهي تتمحور حول le participe passé نعم دونك في لا كونجوغيزون لازم تعرفو التصريف في الماضي المركب داكور دونك لازم تعرفو لو باسي كومبوزي الا تعرفوا هكذا تجيبوا علامة ملاح الا تعرفوا هاد اللي نقول لكم عليهم الان لا ريفورمولاسيون ليكسبريسيون دو لا كوز ليكسبريسيون دو لا كونسيكونس لو باسي كومبوزي ولازم تعرفوا تخيروا ما بين اتر اي افوار ولازم تعرفوا لاكور سي تري امبورطون واش راني نقول لكم داكور لازم تعرفوا تاكورديو لاكور du participe passé لازم تعرفوا تاكورديوه هنا الى تعرفوا كل هذا معناتها خلاص معناتها راكو تعرفوا كل شيء معناتها العلامه اللي حتجيبوها علامه 15 16 17 لماذا مفهوم يعني نزيد نحوس ربما نسيت درس في الكتاب المدرسي لي سينونيم كاين لي سينونيم نعم هذا واش لازم تعرفوا وعندنا لي سينونيم خصنا نشوف لي سينونيم ولا لي زونتونيم ما كاش لي زونتونيم مازال في بروجي نيميرو سيكونس نيميرو 3 اللي كاين لي زونتونيم سيكونس نيميرو 2 في نيميرو 2 فيها غير لي سينونيم لازم تعرفوا لي سينونيم لي زونتونيم نفس الشيء يا هما لازم يكونوا دو مو دو لا ميم ناتور سينونيم لازم تعرفوا لي سينونيم لي سينونيم راح يكون عندكم ان نو يعطيكم ان نو يكون ان فيرب يعطيكم ان فيرب يكون ان ادجكتيف يعطيكم ان ادجكتيف لازم يكونوا دو نو دو لا ميم ناتور مفهوم هايلك والله ماشي حاجه صعيبه بزاف لازم تعرفوا لا ريفورمولاسيون La reformulation, c'est-à-dire, ou là, autrement dit, t'extrajouha hiya ou l'jumla li badha. L'expression de la cause, rahi koun entkom imma kar, parce que, ta'arfouha billi, lazim ikoun bad minha une proposition, ou là, grâce à cause de, bad minha un groupe nominal, m'indich un verbe, mour grâce à ou à cause de, m'indich un verbe conjugué, m'indich. L'expression de la conséquence, il a, imma, par conséquent, plus une proposition, ou la donc, ou l'azm ta'arfo, le passé composé, l'azm ta'arfo, trir ou mabin, être et avoir. Le passé composé, comme le deuxième, les verbes, t'as le deuxième groupe, daimen, 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 t'stermo ma'arum, avoir. دائما تاع دوزيام جروب
دايما تستعملوا معاهم لوكسيليير افوار. باغ كونطخ تاع بروميي جروب تخوازيام جروب راهو في سيكونس نيميرو 3 نورمالمون مازال ما لحقتولوش. حياتولكم اما بروميي جروب اما دوزيام جروب. ولي دخلوا في سيكونس نيميرو 3، سيكونس نيميرو 3 فيها فيها لي فيرب كي ابارتيان او تخوازيام جروب. داكور جميل. هذا ما كانوش كاين في الدروس سيكونس نيميرو 1 ونيميرو 2. مفهوم؟ يلا نطبقوا هادو ما كاع واش عندنا لهنا دروس راح نشوفوهم في 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 السوجي اللي حنحلوه الان. يلا هذه مراجعه على الخفيف. نروحوا للسوجي تاعنا. نكبر لكم النص لانه كتيبه صغيره. نكبر لكم زومي هكذا هكذا. يلا نبداو على بركه الله ومن بعد نروحوا لي كيسيون وانتم جاوبوني. ركزوا معايا من فضلكم، ركزوا معايا والله ام قريب بالفروض. ومن بعد ركزوا ومن بعد تتهناو وتجيبوا علامه مليحه تتهناو. يلا نقراو لو تيكست. لو ايت انديسبونسابل بور لوم، معناها الماء مهمه جدا ما يقدرش يستغنى عليها الانسان. مي elle est en train de se rarifier. Bon, الاشخاص اللي راهم متابعين القسم الافتراضي تاعي لو ميم تيكست اللي خدمناه البارح خدمناه في القسم الافتراضي، لكن ماشي لي ميم كيستيون. هادي اونتر بارونتيز باش ما يقولوش بلي خلاص انا خدمنا هذا الموضوع يخرجوا من اللايف. ما تخرجوش. الاشخاص اللي راهم معايا في القسم الافتراضي كملوا لانه ماشي نفس الاسئله. مفهوم؟ فقط لو تيكست كيف كيف، مي الاسئله ماشي كيف كيف. لهذا ما تروحوش. Alors, l'eau est indispensable pour l'homme, mais elle est en train de se raréfier. C'est-à-dire, elle est aussi de plus en plus polluée. La pollution de l'eau est essentiellement due aux activités humaine. معناها أن تلوث الماء سببه الرئيسي والأساسي هو نشاطات الإنسان. هامليك النشاطات عندنا ثلاثة. نعم مفروض عندنا ثلاثة. عندنا لا في كوتيديان، معناتها الحياة اليومية. لا في كوتيديان برودوي دي زو زوزي، معناتها الحياة اليومية يجي منها ماء مستعمل. لا ليسيف، لا فيسيل، لي تواليت، كل هذا. عندنا لاغريكولتور، معناتها المزارع، روجيت دون لا تير اي دون لو دي زونغري، يعني الأسمدة، يعني المزارع يرمي في الماء وفي التربة أسمدة، دي زونغري، دي بيستيسيد مبيدات الحشرات، اي دي ديشي دانيمو، فضلات الحيوانات. لاندستري، الصناعه لي زوزين، لاندستري برودوي دو نومبرو ديشي شيميك، تنتج العديد من النفايات الكيميائيه كي سون اليميني سوفون دون لو، التي يتخلص منها المصانع تتخلص منها عاده في في الماء. لو دي ريفيير اي دي لاك، في ماء الانهار والبرك. Dans les régions les plus polluées, l'eau n'est pas potable, et les animaux attrapent des maladies ou dont ils peuvent mourir. Les maladies, qui contractent les animaux, la pollution a des conséquences désastreuses sur l'homme. التلوث عنده نتائج كارثية على الإنسان، son environnement, المحيط ديالو، et même les animaux. حتى الحيوانات sont menacées de disparition. حتى الحيوانات راهي معرضة للانقراض. تكست سهل جدا، مفردات بسيطة، يعني ما كاش فيه حتى إشكال. مفهوم؟ يدخلوا الان من فضلكم طلعوا لي لايكات باش يلحق اللايف للبقيه. الفروض راهي على الابواب، حتى يعني او موان يفون
يلحق لهم هاد اللايف. نعاود نقرا لكم لو تيكست سانز اكسبليكاسيون سان ترادكسيون. لو est indispensable pour l'homme, mais elle est en train de se raréfier, c'est-à-dire elle est aussi de plus en plus polluée. La pollution de l'eau est essentiellement due aux activités humaines. La vie quotidienne produit des eaux usées, lessives, vaisselle. L'agriculteur rejette dans la terre et dans l'eau des engrais, des pesticides et des déchets d'animaux. L'industrie produit de nombreux déchets chimiques qui sont éliminés souvent dans l'eau des rivières et des lacs. Dans les régions les plus polluées, l'eau n'est pas potable et les animaux attrapent des maladies dont ils peuvent mourir. La pollution a des conséquences désastreuses sur l'homme, son environnement et même les animaux sont menacés de disparition. ما فيهش اون كيستيون، يقدر ما يكونش اكسبليكاتيف، لكن حنا راح نقولوا عليه اكسبليكاتيف، داكور؟ يلا نروحوا لا بروميير كيستيون، المفروض هنا تكون عندنا اون كيستيون، هكذا هكذايا، ومن بعد هنايا نديروا اون كيستيون، نرجعوه اكسبليكاتيف، مي باغ اكزومبل، مي كيسون، باغ اكزومبل نقول مي اون كوز، كيل سون les causes et les conséquences de la pollution. رجعت انا الان تكست اكسبليكاتيف لانه هنا ما راهوش اكسبليكاتيف ما فيهش لي بروسيدي تاع لو بروسيدي تاع لو تكست اكسبليكاتيف انا ني غيرت له زدت له اون فاز دو اون فاز دو كيستيونمون. Donc, il y a de la pollution de l'eau. On a un texte explicatif. Il s'agit d'un texte explicatif. Complète le tableau suivant. Yalla. Yalla, yalla, yalla. Nous allons directement dans les adjouibataques. راني نستنى في الاجوبه تاعكم. قالوا لي كي بارل، قالوا لي كي بارل لوتور، شكون اللي راه يقول لي؟ يلا يلا، نعم لوتور يوسف ملك، ملك التقنيه. اروجا باللغه العربيه لكنني فهمتك. زينو بن مداني صحيح. Belle Azet, Iden, l'auteur. L'auteur. À qui? À qui? L'auteur, c'est A-U, mais je suis d'accord. À qui? L'emmen. À qui? À nous. Moumkin, à nous. نقدر نقولو تاني او ليكتور، داكور؟ نقدر نقولو او ليكتور، نحبو نقولو انو، نحبو نقولو او ليكتور. او ليكتور كيما حبيتو. هادي صحيحة وهادي صحيحة. دو كوا؟ دو كوا؟ De quoi? De l'eau. De la pollution de l'eau. De l'eau. Oui, de l'eau. Ou là, de la pollution de l'eau. Dans quel but? Dans quel but? Dans quel but, dans le but d'expliquer, c'est un texte explicatif, expliquer les causes et les conséquences,
Les conséquences de la pollution. De la, comme la hnaya, de la pollution de l'eau. D'accord? Pour expliquer, dans le but d'expliquer les causes et les conséquences de la pollution de l'eau. Jamil ya Youssef. Barakallahu fik. Nous allons il a la question numéro 3. Kaloli, le mot polluer. Le mot polluer veut dire nettoyer, salir, traiter. Nettoyer, salir, traiter, polluer. Bravo, je voulais qu'elle allait. Najib MBR. Sahih. Aïdan Bel AZ. Sahih. Je continue. Sali Ali. Sahih. Abdeslam Cherchar. Sahih. Jumana. Boukader. Wahjura Hadjura. Esma. إلى آخره إذن سالير نروح إلى الصفحة اللي بعدها شوازي لا بون ريبونس قالوا لي لا بوليسيون استناو دقيقة هكذا باش تشوفوا أحسن لا بوليسيون دي زو اي دوريجين ناتوريل هومين La pollution des eaux est d'origine naturelle ou la humaine. Humaine, bravo Mimi. Aya al-Karmi, sahih. La yajled qima, la khata. Linda, sahih. Sweet higher, je ne sais pas, sahih. Bouneb. شرف الدين صحيح شرف الدين عفوا دونك عندنا اومن كيفاش عرفنا بلي اومن لاحظوا معايا لهنايا واش قالوا لي في النص قالوا لي لا بوليسيون دو لو ايت اسونسييلمون دو اوز اكتيفيتي اومن هاي هنا الاجابه تاعكم راهي هنا داكور نروحوا الان السؤال اللي بعده ريبون بار فري او فو هنا باش هنا نفضل نديرها وحدي لانه حتى تخلط لكم ما بين ا بي سي لوم اي ريسبونسابل دو لا بوليسيون دو لو فري لاندستري نو بولي با لو فو لي انيمو بوف مورير ا كوز دو لا بوليسيون دو لو فري هادو سهلين نديرهم وحدي فقط نروحوا لهنايا كلاس لي اكسبرسيون dans le tableau suivant. Attends, on y a les causes de la pollution ou on attend les conséquences de la pollution. Le moussebibet telawut nataij telawut. Hna moussebibet ou la asbab moussebibet telawut ou hna nataij telawut. Yalla, عندنا l'eau n'est plus potable. معناتها الماء ولا غير شروب هل هو سبب التلوث ولا نتيجة التلوث هذا لو ني بلو بوتابل نحطه هنا كونسيكونس نتيجة عندما يتلوث الماء النتيجة التي ستحصل عليها هي أن الماء ما يولي للشروب إذن هو كونسيكونس لو ني بلو بوتابل ثم هذه خلاص درناها لي زو زوزي لي زو زوزي هذا راه من مسببات التلوث معناها المياه المستعمله كي تصب في المياه الصافيه المليحه راح تسبب لها التلوث دونك هنا نديرو لي زو زوزي نديرو من الاسباب لي زو زوزي ومن بعد عندنا هذه خلاص عندنا لي ديشي شيميك النفايات الكيميائيه هي من اسباب التلوث اذا لي ديشي شيميك نكتبهم هنا لي ديشي شيميك
قادت لي هنا لي مالادي غراف، الامراض الخطيره راح تكون نتيجه لتلوث الماء. اذا نحطوها هنا مع النتائج، مع لي كونسيكونس دو لا بولوسيون. دونك نكتب لهنايا لي مالادي غراف، كيما لي مالادي. نروحو سيتيامون، شحال نقول لكم لي مالادي ريسبيراتوار، مي هنايا عندنا تلوث الماء ماشي تلوث الهواء. Relève du texte une reformulation. Chiffre tout, on va faire les causes, conséquences, reformulations. On va faire les dros les chiffres de la même. Yalla. On relève du texte une reformulation. Haoulik, le texte est comme. Attendez la reformulation. من فضلكم اكتبوها لي كامله، ما تكتبوليش اوترومون دي ولا كتبولي سيتادير وتحبسوا، اكتبولي الاجابه كامله. هاوليك لو تيكست ديالكم، اعطوني اجابه كامله. يلا هاني نستنى اول اجابه صحيحه او ثلاثه اربعه الاولانيين نقرا اساميهم، لاني مستحيل نقرا الاسامي الكل. اعطوني الاجابه كامله. اون ريفورمولاسيون، لا لا ما نقراهاش، يمد لي سي تادير ولا يمد لي اوترومون دي، ما نقراهاش، اكتبوا لي بعقلكم. نعم هاديك الاجابه الاولى، شفتوا هاديك هالجوره هالجوره صحيح، يا هالجوره هالجوره، شفتوا نسحق انا الجمله كامله. حب يقول لازم تخرجوا سي تادير ولا اوترومون دي زائد الجمله اللي بعدها، زائد الجملة اللي بعدها. لا ما نقراش اسم وحط لي سيتادير ونقرا الاسم تاعو، اقرا. شحال مرة قلت لكم لازم تتعلموا ديروا اجابات كاملة، لازم تتعلموا تجاوبوا، لا يكفي انكم تكتبوا غير كلمة هكا وتبعتوها. يلا لا لا اعطوني اجابة كاملة. ايا الى كرمي، الى كرمي الاكرمي، الاكرمي نعم صحيح. C'est-à-dire لا لا كي غلطة يا آية، لا كي غلطة. زهير أمروشي صحيح، لولو وولف صحيح، كرالفا مونير صحيح، نادير نايت صحيح، إبراهيم إبراهيم صحيح. نعم صحيح يا مروان صحيح، بصح حذاري في الأخطاء الإملائية، حذاري. يوسف صحيح، يوسف مالك التقنية صحيح، فاطمة عبد الصمد صحيح، ليلى يزيدي صحيح، علال حيدر صحيح، ونرمين سوسو صحيح. نروح الآن إلى، إذا ها هي شوفوا هالك سيتادير، راكو تشوفوا فيها سيتادير، ها هي سيتادير. نستعملوا الألوان، سيتادير ها هي. تكتبوا سيتادير وتحبسوا خطأ، لازم تكتبوا لا بروبوزيسيون اللي تجي بعد منها، معناتها الجمله الفعليه اللي تجي موراها اللي هي سيتادير الي اوسي دو بلوز اون بلوس بولوي. الجمله كامل تكتبوها، ما تكتبوش فقط سيتادير ولا اوترومون دي وتحبسوا، ما يعطولكمش العلامه، مفهوم؟ لازم تكتبوا كل الجمله في الاجابات تاعكم. نروحوا اللي بعدها، ويتيامون قالوا لي لي زانيمو اي لي بلانت سونت ان دانجي parce que les mers et les océans sont pollués. Hna qalou li, alors wrahi la question. La proposition soulignée, ma'naha hadi. Hadi. La proposition soulignée exprime la cause ou la conséquence? Yalla. La cause ou la conséquence? Bel az. صحيح. خالد جيرادي يعطيني اجابات صحيحه وكن مع الاولانيين في كتابه الاجابه، لاني ما نقدرش نقرا كل الاسماء. صحيح يا اسماء سيرين صحيح. شكون تاني؟
سعاد مقدم صحيح. روان صحيح. شكون تاني؟ لا كوز 12 12. رضا اف دي اس كيو صحيح. خالد دي زد صحيح. تندر اتاك صحيح. سيف الاسلام بصح بالا ماشي بالاو يا سيف الاسلام. لا كوز ماشي لا كوز داكور. سويت هاير صحيح. اذا هنايا سي لا كوز لا كوز داكور. ومن بعد قالوا لي رومبلاس بارسو كو بار ان اوتر ارتيكولاتور كي اكسبريم لا ميم لو ميم رابور. مش معناتها لو ميم رابور معناها لا كوز. بما انه parce que هذه les mers parce que les mers et les océans sont pollués حب يقول لازم نبدلها بواحد اخرى صحيح. شكون روان الطاي الطاي صحيح. لا انت به هي غنيه كاش ما نقولوش par conséquent لانه ما درتش لا كونسيكونس ما عنديش لا كونسيكونس عندي لا كوز. معناها هذه parce que هذه لازم نبدلها بكلمة أخرى. لاحظوا معايا حنا أنا واش قلت لكم واش قلت لكم لهنايا في لاكوز. كي تكون عندي لاكوز نستعمل كار و باغسكو كي تكون عندي اون بروبوزيسيون بعد منهم. كي تكون عندي جملة فعلية بعد منهم نقدر نبدل كار بالباغسكو. معناها هنا في الجملة تاعي هنايا هادي باغسكو راح نبدلها بكار كار. لكن انتبهوا كار ديروا لها هكذا قبل منها فاصلة خاطرش سي اون بروبوزيسيون انديبوندونت. نروح الان الى الجمله اللي بعد منها. قالوا لي سوليني لا بروبوزيسيون دو كونسيكونس. سوليني رانا هنا رانا في التاسع. سوليني لا بروبوزيسيون دو كونسيكونس. لي زابيتون دو سيت سيتي جيتت leurs ordures près d'une rivière. Par conséquent, il pollue ses eaux. سكان هذه هذا الحي يرمون النفايات بالقرب من النهر. و par conséquent معناتها لهذا يلوثون الماء او ماءها ماء النهر ماءه. يلا قالوا لي لا بروبوزيسيون وشنو هي la proposition de conséquence. اكتبوها لي كامله صحيح يا امين. امين صحيح اكتبوها لي كامله باللغه الفرنسيه من فضلكم باش تتعلموا حتى تعودوا تتفادوا الاخطاء الاملائيه. صحيح يا ياسر الهيثم. صحيح يا سعيد ابدون. صحيح لم يقولوا لي par conséquent par conséquent. هادو ما كمل ما نقراش الاجابات تاعهم لانه انا قلت لكم اكتبوا لي اجابات كامله حتى هما واش قالوا. قالوا لي la proposition ما قالولوش l'expression. قالوا لي la proposition اون بروبوزيسيون معناتها جمله. وانتم تقولوا لي par conséquent par conséquent ماهيش اجابه. سعاد مقدم قلنا صحيح. صحيح يا رورو شان. صحيح لا أتجاهلك يا بنيتي. صحيح راني نجوز هادو ما قالهم يكتبوا فقط par conséquent راني قاع نجوز فيهم لأنه الإجابة تاعهم حتكون خاطئة. ميمشو محمد صحيح. حكيم العرب صحيح. أمال خنشول صحيح. صحيح توفيق غريب صحيح. إذا الإجابة راح نبداو من par conséquent. عفوا على بالي بلي لي زيكسبرسيون دو كونسيكونس عندي إما دونك إما par conséquent. نروح للجملة تاعي نحوس على دونك ونحوس على par conséquent. ما عنديش دونك عندي par conséquent رايحة نستخرج. قالوا لي سولينيا معناها par conséquent والجملة اللي بعدها الجملة الفعلية اللي بعدها je souligne هذه كلها par conséquent il pollue ses eaux.
داكور. نروح الى عاشرا. بالمناسبه الموضوع هذا راهو في صندوق الوصف، اللي يحب يستخرجه راهو في صندوق الوصف به بالحل ديالو، مرفق بالحل النموذجي. عاشرا، مي لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي. الوغ لي زاكتيفيتي هومين، لي زاكتيفيتي هومين معناها اون اكتيفيتي، معناتها ال، نقدر نعوضها ب ال او بلوريال، ثروازيام بيرسون دو بلوريال. وعندي لو فيرب بولوي، قالوا لي صرفيه او باسي كومبوزي. دونك هذا لو فيرب اللي راهو اونتر بارونتيز هو اللي نستخرج منه لو بارتيسيپ باسي تاعو. انا نعرف بلي الافعال التي تنتهي ب او ار نستخرج منها لو بارتيسيپ باسي تاعها، نحي الاو ار ونحط او اكسون، ونحط او اكسون، مفهوم؟ والافعال اللي تنتهي ب اي ار وتنتمي الى المجموعه الثانيه دوزيام جروب نحي لها الار فقط ويبقى لي اي تاع دوزيام جروب. نروح نشوف واش عندي افعال في زوج او ار او ار، دونك ما عنديش مشكل، عندي رايحه نخير ان اوكسيليير وندير بولوي. لي زاكتيفيتي هومين واش نقولوا؟ اسكو نقولوا اون بولوي لو ولا سون بولوي لو؟ نعم صحيح، اون قاموا الافوار، دونك اون ال هنا اون بولوي لا اربط، كي يكون عندي لوكسيليير افوار لو بارتيسيپ باسي تاعي ما نربطوش مع لو سوجي اطلاقا، مهما كانت الجمله تاعي جامي جامي اون اكورد جامي لو بارتيسيپ باسي مع لو سوجي كونت اون يوتيليز لوكسيليير افوار. نروحو لا دوزيام فراز، لو دو بلوي retourner à la mer. والله يشبه السوجي اللي حليناه البارح. لو دو بلوي retourner à la mer واش نقولو؟ لو نقولو اون، اونو معناتها مؤنث، معناتها ال، لا ثروازيام بيرسون دو سينغولييه. واش نقولو بما انها ال معناتها رايحه نستعمل الي، برافو ال اي، elle est retournée. وقلنا بلي كي يكون عندي او ار نحي الاو ار هذا ونحط مكانه او اكسون. خلاص كملنا ولا مازال؟ واش يخصني الان؟ واش يخصني هنا؟ واش يخصني؟ انا استعملت لوكسيليير اتر، واش يخصني؟ كاين بزاف اللي راكو غالطين. نعم صحيح يا ايم روز، صحيح راني راكي غالطه في لاكور، لاكور دو بارتيسيپ باسي تاعك. صحيح يا ايمان كاوجيت، صحيح صحيح يا امين امين. اذا بما انه عندي هنا لوكسيليير اتر، هنا لو قلنا انها ال، لازم عليا ناكوردي، لازم نربط نزيد لها او. علاش؟ لاني عندي لوكسيليير اتر، كي كانت عندي لوكسيليير افوار لم اربط لو بارتيسيپ باسي، ما ربطتوش لانه لوكسيليير افوار لا يسمح الربط، لوكسيليير اتر لازم نربط. شوفوا عندي لهنايا ال زدت لها او، لو كان كان عندي جمع لو كان زدت الاس، ما كان ما عنديش جمع، مفهوم؟ جميل. نروحوا الان السؤال اللي بعده، اكري كوريكتومون لي بارتيسيپ باسي. عطوني لهنايا les mers sont contaminées. Attends, le participe passé. Attends, l'auxiliaire. Donc, contaminé, il classe B E R. Il classe B E R, c'est là. Maintenant, on écrit ça. On E R, on met E accent. Contaminé. من بعد نقول هل استعملت avoir ولا être؟ j'ai utilisé l'auxiliaire être. dans ce cas-là لازم عليا نربط le participe passé تاعي مع le sujet. وراه le sujet؟ هذا هو le sujet. le sujet تاعي féminin ولا pluriel؟ واش نقولوا حنايا؟
نقول un maire ou là نقول une mère. نقول la mère ou là نقول le maire. La mère. Donc féminin. En plus, on dit le pluriel. Donc نزيد e. T'as le féminin ou نزيد le s. T'as le pluriel. Les mers sont contaminées par les déchets des usines. D'accord? نروحوا الان الجمله اللي بعد منها قالوا لي les industries produisent des déchets qui sont éliminés dans l'eau des rivières, des lacs. يلا انتما الان ديروا لي la conjugaison تاع هذه عندي sont. ديروا لي la conjugaison تاع هذه يلا. Les industries produisent des déchets qui sont éliminés. Éliminés. Sahih. Là, là, on met un tabi, quoi. Sahih, je connais, ou elle est cherki, sahih. Samira, sahih, là, qu'on dit l'accent pour le tag. Safirat al-Qur'an, sahih. صحيح شكون هذا امين امين راك بقوه اليوم يا امين امين نهال بان لا لماذا زدتي الاو يا نهال نقول ان ديشي نقول ان ديشي ما نقولش اون ديشي داكور انتبهي لازم تعرفي المذكر والمؤنث نديرو او اس صحيح دونك اول حاجه نشوف لو فيرب ديالي باش يخلص يخلص ب او ار بروميير جروب واش ندير انا على بالي بلي كيخلص ب او ار على بالي بلي لو بارتيسيب باسي تاعو يخلص ب اي نكتب اليميني هكذا ومن بعد نروح اتحقق من لوكسيليير تاعي لقيتو اتر اذا بما اني عندي اتر لازم لو بارتيسيب باسي تاعي هذا لو بارتيسيب باسي لازم نربطو مع لو سوجي وين راه لو سوجي تاعي شكون هما اي سون اليميني وشنو هما سي لي ديشي ماشي لي زاندستري لي ديشي هما لي سون اليميني دونك نربطو مع لي ديشي نزيد اس نقول ان ديشي من هنا عندي دي ديشي او بلوريال نزيد اس داكور فقط وهنا عندنا برودكسيون اكريت قالوا لي ريديج ان كور تيكست اكسبليكاتيف دون لو كيشوفو كيقول لكم اكسبليكاتيف لازم ديروا لو بروسيدي تاع لي تيكست اكسبليكاتيف معناتها لازم يكون عندكم اون فاز دو كيستيونمون معناتها عندكم في المقدمه لازم ديروا اون كيستيون داكور من بعد لازم ديروا لينيميراسيون لازم ديروا كذلك كاش يقولوا لها تعريف واحد باللغه الفرنسيه ديفينيسيون لازم ديروا اون ديفينيسيون عطاو لكم لهنا لكل حال لي كريتير عطاو لكم لهنا لي كريتير عطاو لكم هنايا اون بواط اوتي الوغ على واش تيهضر لا برودكسيون هذه على لا بوليسيون دو لير لازم تهضروا على لي كوز وتهضروا على لي كونسيكونس لي كوز راهم باينين عندنا لي زاكتيفيتي هومان عندنا لا في كوتيديان تاع لوم دخان السيارات لا فومي ديجاجي بار لي مويان دو ترونسبور عندنا لا فومي ديجاجي بار لي زوزين داكور هذوما كامل يل بولو لير نزيدو واش تاني عطاوني لهنايا اون بواط اوتي قالوا لي لا ريسبيراسيون مالادي غاز اوزين فومي ديشي فواتور لي ادجكتيف سال توكسيك دانجورو بولوي وعندنا لي فير بروفوكي ديفيرسي جوتي مناسي كوزي لي كريتير واش لازم تكون في الوضعيه تاعكم لازم لكم ان تيتر لا بولوسيون دو لير حطوها ومن بعد لي فيرب تاعكم لازم يكونوا كونجوغي او باسي كومبوزي واش تاني قالوا لكم امبلوا لي زيكسبرسيون دو كوز اي دو كونسيكونس معناتها في الجمل تاعكم لازم يكون عندكم ا كوز لازم تقولوا كار باسكو دونك بار كونسيكون لازم تحطوا توظيف لي زيكسبرسيون دو كوز دو كونسيكونس لازم تكتبوهم وعندنا لو ريسبي بيان سور دو لا بونكتواسيون الحل تاع النموذج هذا راهو في صندوق الوصف اللي حب يحمله ويشوف يطلع على الحل النموذجي مفهوم فقط هذا وش فيه
والله ما كاش حاجه صعيبه بزاف اللغه الفرنسيه، فقط تبعوا التعليمات اللي قلت لكم عليها انا، وباذن الله رايحين تخدموا. جميل جميل. غدوه ان شاء الله عندنا فيزياء، باذن الله عندنا فيزياء غدا ان شاء الله، نحلوا بعض الوضعيات الادماجيه في الخلائط، ولا نديروا الماء النقي، ومن بعد نشوفوا من الغدوه ان شاء الله نشوفوا واش نحط لكم. شكرا لكم، اترككم في رعايه الله وحفظه، شكرا جزيلا على المتابعه تاعكم. اللي مازال ما دارليش لايك يدير لايك يدير لايك لللايف هدايا. النموذج هذا راهو في صندوق الوصف. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.